what 1415 was the anniversary of? Ça, c'est une... nous, et j'inclus vous-même. Sorry, the talk has suddenly appeared at the end. Indian English is one of the most archaic versions of English that you will hear, but I have to say, I think there is something which is chicken and egg. Imagine at the universities. Beaucoup pour être ici. Ce motivation. Okay. En Algérie, maintenant. Improve my Arabic, by the way. It is infrastructure. Very good. Yeah. Thank you very much indeed. This is very important. Right. That's very kind. Thank you. بمناسبة الملتقى حول تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر أبت مستشروق إلا أن تسجل حضورها في هذه المناسبة سعيدة وهي تحرص دائما على دعم اللغة الإنجليزية في الجزائر على أساس أنها لغة علم والتكنولوجيا في العالم حيث إذا أردنا تحصل على أي علم حاليا في القرن 21 لازم يعني نكون الأوائل في العالم عبر هذه اللغة وهي الأولى في العالم طبعا مؤسسة شروق للإعلام والنشر هي مؤسسة كبيرة والمدير العام لمؤسسة شروق للإعلام والنشر يحرص دائما على أن يكون شركاؤه يعني مؤسسات ومنظمات كبيرة جدا بحجم يعني مؤسسة شروق فشروق هذه الشراكة اللي موجودة ما بين هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة في الجزائر وكذلك والمجلس الثقافي البريطاني ممثلا في المركز الثقافي البريطاني هي شراكة تسعى إلى الترويج لهذه اللغة اللغة الإنجليزية التي تعتبر اللغة الأولى في العالم وهو نوع من التعاون الذي يجعل من هذه اللغة لغة لها مكانتها في المجتمع الجزائري عرف هذا الملتقى حضور أكثر من 1000 أستاذ ومفتش من كل الأطوار وكذلك كل الخبراء البريطانيين ومن كل من دول مختلفة من العالم حضروا راهم هنايا وبداوا الورشة عمل تاعهم